توتال انرجي. رجعنا معكم في كان اكسبريس وتغطيتنا الخاصة لكان توتال انرجي الكامرون 2021، المباراة اللي قاعدة تدور حاليا في الدقيقة 84 ما بين السنغال وغينيا. إلى حد الآن نتيجة التعادل السلبي 0-0. الخاصية نتاع المباراة هذه اسلام كونه الزوز قائدي الفريقين، معناها نبي من غينيا والسنغال القائد نتاعها ساديو ماني، زوز يلعبوا في ليفربول في مواجهه مباشره حاليا. النتيجه متعادله 0-0 في الدقيقه 85. باش نرجعوا للمباراه هذه والثلاثه مباريات الاخرين اللي باش يتلعبوا اليوم في الجوله الثانيه بالنسبه للدور الاول لدور المجموعات في كان توتال انرجي كامرون 2021. لكن قبل هذا باش نحكيوا على المنتخب التونسي. 6 اصابات بفيروس كورونا تغير برشا حاجات بالنسبة للإطار الفني إسلام قبل 48 ساعة من مقابلة مهمة. والله وليد، اللاعب الوحيد اللي نشوفه ينجم يخلي بلاصته هو نعيم السليتي. دي لامبرون اوكي تقول لي لاعب اساسي، لكن انا في اعتقادي رفع الحرج على المنظر الكبير، باعتبار انه في الثلاثه اللي لعبوا في اللاكس في المقابله الاخيره كان ديلان هو اللي يستحق المغادره، ما كان بلا العيفه. دونك بوجود بلا العيفه ومنصر الطالبي ومع توجه نحو اللعب لازم لعبيه فقط في محور الدفاع، رغم انه منظر الكبير ما اعتقدش معناها بالشد صحيح في رايه باش خاطر هو يفضل خطه ثلاثه. دونك لهنا نعتقد اصابه ديلان ولو انه نتمنى له الشفاء العاجل ان شاء الله لاباس رفع الحرج على المنظر الكبير. كيف محمد دراجر ما كانش جاهز 100% نعرفوا الاصابه، خلي يزيد يرتاح باش يكون في قادم الدوره يكون جاهز اكثر. لهنا نعيم السليتي نجم يخلي بلاصته قدام، نعرفوا نعيم قيمه ثابته في الخط الامامي للمنتخب التونسي، لكن ان شاء الله بعوده يوسف المساكني اكيد نعرفوا في المقابله هذه باش نسترجعوا يوسف المساكني يكون هو قادر على سد الفراغ اللي باش يخليه لاعب نعيم السليتي. بالنسبه لبقيه اللاعبين ظهر لي ماهمش اساسيين سوى توزغار وايضا. صراحه راني مانيش موافقك، خلي فيك تسترسل مانيش موافقك، لانه كل ملاعبي في 28 عنده اهميته. متفاهمين. كل ملاعبي ينجم يكون تستحقه في ظرف معين، عندك خمسه شونجمونات معناها خمسه تغييرات كل ماتش، تنجم تستحق الواحد من السته هذوما حتى على البنك، معناها بون سي فريكو مشاو 28 سي فريكو مشاو 28 في القائمه، وهذا تحسبا للاصابات بالكورونا داير اول مره في تاريخ الكاس. عارفين شكون ينجم يكون مؤثر مثلا في السته هذو؟ مثلا دراجر كان ينجم يكون ان شوا بليسي هو بليسي، لكن ينجم يكون عنده مثلا في سقيه نصيف ساعه لاعب، ينجم يخليه على البنك كسوليسيون على اليمين. نعرفوا اللي في المقابله الاولى مثلا من الجهه اليمين ما وجعناش المنتخب المالي خاصه هجوميا، وداير حتى دفاعيا شفنا الزوز فرص اللي جاوا بعد ضربه الجزاء جاوا من تسربات على الجهه اليمين. مثلا عندك عصام جبالي ينجم يكون اون سوليسيون القدام، شفنا اللي احنا ما كناش ياسر كرياتيف في الماتش الاولاني. صحيح نعيم سليتي قيمه ثابته واساسي ومؤثر، غيابه باش يكون مؤثر، لكن كما قلت لك قبيلك بالنسبه لاي اطار فني في العالم تقول له شنية اخيب حاجه بالنسبه ليك، يقول لك كونهم لاعبيتي ما يكونوش ديسبونيبل باش نعمل عليهم. يا خويا اعطيني كان نزم 50 ونختار منهم خير من اللي تعطيني حبيت نقوله شوا ليميتي. معاك على الاخر اوكي متفاهمين، وكل لاعب عنده قيمته في المنتخب وملاعبيه الكل نحبهم يكونوا جاهزين وان شاء الله يكون لاباس الكل، لكن اللي حبيت نقوله معناها من الطاف اللاعب بالنسبه لنا احنا معناتها ما مسوناش الملاعبيه المهمين معناها في خط وسط الميدان كما ياس الصخيري ما نعرفش تمسلك مثلا زوز ولا تفهم لاعبيه في محور الدفاع. هذا لهنا كنا نجموا نتاثروا، ولو انه كما قلنا حتى قبل المنتخب التونسي بارابور منتخبات اخرين ما نجموش نتقلقوا برشا بالاصابات نتاع الكوفيد، باعتبار انه اغلب الملاعبيه في نفس المستوى، يغيب هذا تلقى الاخر معناتها حتى كان اقل ماهوش اقل برشا. دونك ان شاء الله الاولاد يكونوا حتى شفنا روح الكبيره لعبنا بها بطوله عربيه وشفنا برشا ملاعبيه اهداوا حتى الفوز في بعض المقابلات الحمزه المثلوثي كي تضرب بالكوفيد. ان شاء الله نحطوا الملاعبيه بين عينينا ان شاء الله. جاتنا كيف في مقابله ما الحقيقه ما رغم اللي برشا يحكيوا على منتخب موريتانيا وما نجموش نستسلم المقابله، لكن تحبوا نتذكرها التاريخ بالكوره بالافضليه تونس خير من منتخب موريتانيا. دونك ان شاء الله تكون نحمي رواحنا في المستقبل، نعرف ناخذ الاجراءات اللازمه ان شاء الله لاباس لبقيه الملاعبيه، لكن في رايي ما تنجمش تكون حتى لا قدر الله كان النتيجه سلبيه، ولو انه ما نحبش نحكي عن نتائج سلبيه ما تنجمش تكون تعالى للمنتخب ناقصين سته، ولو انه ايضا المنتخبات الكل تنجم معرضه للكوفيد. في اعتقادي انه نعيم السليتي الوحيد اللي باش يخلي بلاصته.
في تقديرك ودير حكيت انت توا على لي شوا تكتيك، هل الاصابات هذية باش تحتم على المنذر الكبير يغير التكتيك نتاعو، والا تتخيل اللي باش يشد في الطريقه اللي بدا بها الكومبيتيسيون؟ هو بصراحه حتى من غير الاصابات وليد، شفنا المنذر الكبير في اخر المقابله نتاع الماضيه ضد مالي معناها تراجع على التكتيك اللي بدا به، دونك نتصور رساله من هنا انه ما عادش باش يمشي في الشوا هذاك، خاصه انه ما مشاش معناها زايد معناها باش تصحح راسك والعناد معناها الزايد. نتصور في اعتقادي ومع اصابه ديلام بالكوفيد اعتقد صعيب اذا كان ماهوش مستحيل باش يلعب مع ثلاثه لاعبيه في المحور ان شاء الله، وفي اعتقادي هذا افضل معناها المنتخبنا ما خاصة المنتخب ماهوش متاع باش يلعب بثلاثة في المحور، ما عندناش الإمكانيات، ما عندناش التقاليد، تعرف الخطة هذه لازمها تقاليد، معناها نعرف منتخب مصر وإلا الأهلي يحفقوا يلعبوا بالخطة هذه، لكن الحقيقة بعيد علينا نحن شوية الخطة، لعبنا بها شوية وقت ليكانس، لكن ما ماهيش متاعنا، وذات أيضا في بعض المقابلات صحيح تنجم تنجح في بعض المقابلات بها، أوكي تفاجئ المنافس بها في بعض المقابلات، لكن ما تنجمش تكون هي الخطة الأولى للمنتخب. بالمنطق باش يكونوا أربعة في الدفاع، وبالمنطق باش يكونوا المثلوثي وعلي معلول على الاطراف، بلال العيفة ومنتصر الطالبي في اللاكس، اللاكس هذا اللي لعب الفينال ضد الجزائر في الكاس العربيه، في خط الوسط تتخيل باش يصير التغيير؟ بمعنى اش نقصد بالتغيير؟ كونه باش نلعبوا مره اخرى باللي دو بيفو العيدوني والصخيري مع بعضهم، ولا يمكن واحد فيهم برك اللي باش يلعب؟ انا في اعتقادي باش يصيروا تغييرات في المقابله القادمه. انا ما نعرفش كان تسالني على التشكيله اللي نحبذها، نخيل اعتماد السخيري مع الشعلالي وبرمضان. الحق شفنا تكامل كبير بين الشعلالي وبرمضان، شفنا فورمه كبيره خاصه الغايلين في البطوله العربيه، نتمنى يكونوا ياخذوا فرصتهم. نحن شفنا منتخب الجزائر مثلا ياسين ابراهيمي كان خارج القائمه كومبليتمون، كي عدى بطوله عربيه محترمه فك بلاصته ورجع اساسي في المنتخب الجزائري، ايضا من لاعبين اخرين حسين بن عياده والا شتي فكوا بلاصهم، يعني يعتمد ايضا بدران عمل البطوله العربيه ممتازه، ما كانش خيار اول بالماضي فك بلاصته، يعني الكوره مع الملاعب المجتهد اللي في فورمه اكثر تعطي حقه، ولو انه حتى الياس الصخيري بعيد شويه على الفورمه نتاعو، نعتقد بوجود الصخيري ومعه الثنائي برمضان والشعلالي نتصور خط وسط ميدان متكامل. في اعتقادي الثنائي الصخيري والعيدوني ما يتكملوش مع بعضهم، الزوز تقريبا بنفس الخصال، ما ينجموش يطلعوا حتى معناتها في الصعود بالكره، خاصه واللي شفنا مشاكل كبيره في المقابله الماضيه في ترانزيسيون بين الدفاع والهجوم، اعتقد من المشاكل اللي كانت هي وجود الصخيري والعيدوني مع بعضهم، باعتبار الزوز تقريبا يميلوا باش يلعبوا على نفس الخط، ولهنا يخلي برشا صعوبات في الصعود بالكره. صحيح، لعبوا على نفس الخط وهذايا اللي سهل المنتخب المالي كونه سيطر ميدانيا، بما انهم الاثنين قربوا للخط الدفاع نتاعهم، ولينا الفريق الكل البلوك الكل طايح برشا. قلنا حسب ديما نحكي وتخمينات، ولو اني نتصور المنظر كبير في توجهاته مغروم بانيس بن سليمان، نتصور هو يهبط اساسي بلاست، يكون اساسي في المقابله بلاست العيدوني تعتقد؟ نجم يكون العيدوني ولا بلاست حتى واحد زوز من اللي سميتهم انا، مثلا الشعليلي ولا رمضان يهبط واحد فيهم، سمينا يهبط بثلاثه المهم في وسط الميدان، سمينا الاربعه اللي في الديفونس، الثلاثه اللي قدامهم، القدام الثلاثي شنو تتصور المنظر الكبير باش يختار؟ مع اصابه نتصور الوحيد اللي يمكن نظام مكانه كاساسي نتصور سيف الدين الجزيري، نتصور باش يهبط المقابله هذه، ايضا كيف وهبي الخزري نتصور باش يكون موجود كاساسي، باش يبقى بوست بين يوسف المساكني حنبال المجبري، نتصور هذا بينهم هما الزوز، نتصور باش يكون هكا التشكيله. الخاوي لا نجم يكون خير منهم ثلاثة، صحيح نجم يكون بوست بينهم ثلاثة، الخاوي المجبري والأقرب الخاوي، علاش لا باعتبار يوسف مازال كي جا، المجبري ما عملش ماتش كبير، نتصور نجم يكون يعطي فرصة للخاوي، ويكون وهبي الخزري على الجهة اليسار وسيف الدين الجزيري قلب هجوم، لكن نعتقد في تصوراتي أنه الجزيري والخزري تقريبا مش يكونوا أساسيين في المقابلة. بالطبيعة حكينا على لي بوست الكل الا بوست حراسة المرمى اللي ما نتصوروش في سيرة التغيير، يعني البشير بن سعيد بدا المغامرة وان شاء الله يواصل، المقابلة الأولى شفناه لم يختبر فيها بصفة جدية لكنه كان ثابت في التدخلات اللي قام بها. ما كانش فما تدخلات. لا معناها كان ثابت. ما غلطش معناها كان عرف يسير الدفاع نتاعو، عرف يتواصل مع الدفاع نتاعو.
ما جاوبش سي ليه لم يختبر باش نختبروا بهم بعدا فماش عارف شنو نحيو زعما مادام مادام السيد ما غلطش ان شاء الله اخويا نشوفوا في ماتش زين نحبوا نشوفوا على سلاه نشوفوا يكونفيرم بلاصتو ويفك بلاصتو ويكون اكتشاف الكان نربحوا جارديان في المستقبل مادام خذينا في الشوارع نتاع باش نلعبوا ماشي بن سعيد نمشيو فيه للاخر نكملوا هذه هذه دونك التخمينات حول التشكيله تنرجع لك اعطيني التشكيله اللي انت تحب تشوفها ضد موريتانيا اسلام 0-0 ما بين نبي كايتا وساديو ماني ثنائي ليفربول دونك غينيا والسنغال انتهت المباراة في اللحظة هذه بتعادل سلبي الوضعية في المجموعة هذه السنغال وغينيا الاثنين في نفس المرتبة بأربع نقاط في المرتبة الثالثة والرابعة هذا كذلك في نفس المرتبة الملاوي وزيمبابوي اللي باش يلعبوا بعد شوية بنقطة بصفر من الصفر من النقاط كذلك اليوم في البرنامج عندنا الخمسة زوز مباريات الملاوي وزيمبابوي المغرب ضد جزر القمر المغرب المنتخب العربي الوحيد إلى حد الآن اللي فاز في الدورة هذه المنتخبات العربية قاعدة تلاقي صعوبات كبيرة في المباريات الأولى الجزائر تعادلت في مباراة في متناولها مصر خسرت ضد نيجيريا السودان خسرت كذلك ضد كاب فير موريتانيا خسرت مع غامبيا اليوم المغرب في ثاني المباريات مع الخمسة متاع العشية والمباراة اللي باش تلعب مع ثمانية متاع الليل هي مباراة الجابون وغانا باش نرجع بيك البارح اسلام المنتخب البلد المنظم نحكيه على الكامرون البارح كأنه بعث برسالة واضحة معناها ما فيهاش حتى لبس 4-1 ضد أثيوبيا في ثاني مباريات المنتخب الكامروني في كان توتال انرجي نحكيه على رباعية منهم ثنائية لأبو بكر سحب الدوبلي في الماتش الأولاني اللي يولي هدف الدورة 4 أهداف اكيد منتخب الكاميرون يقدم نفسه كمراهن جدي على اللقب ولو انه مازال بكري باش نحكمه باعتبار حتى المنافس وليد ماهوش الكاليبر الكبير منتخب اثيوبيا لكن مهم جدا شفنا حتى بعض المنتخبات اغلب المنتخبات تعثرت حتى ضد منتخبات اقل منها باعتبار الظروف الموجوده في الكاميرون وخاصه منها الظروف المناخيه فينسون بوبكر اللاعب نعرفه برشا لاعب نادي النصر السعودي كيلعب في بيشكتاس في بورتو في برشا جمعيات خاصه تالق في بورتو هو كيف وفالنسيان ملعب مهاجم ممتاز جدا قاعد يوري لحد الآن في قدم في كران ممتازة هداف البطولة لحد الآن ظهر لي وفي العادات والمهاجم هذا بون اللي شوى يقعد متاع يمشي للنصر السعودي ولا كان يجي يمشي الماخير شوى اللي هو وانه فك بلاستو بالمقارنة مع وجود أسماء أخرى في المنتخب بار اكزومبل باسوغوغ أحسن لاعب في الكان قبل الماضية في الجابون كيف كلينتون نجي عندك توكوي كومبي مارك البارح زوز لاعب اليوم اي عندهم افكتيف الحق الكاميرون عندهم اسامي كبيره خاصه في الخط الامامي ملاعب برشا ملاعبيه محترمين جدا عندهم اسامي كبيره بالنسبه لفانسون ابو بكر 4 أهداف في زوز مباريات ينجم يطيح الرقم القياسي نتاع احسن هداف في تاريخ الدوره اللي هو 9 أهداف لنياي مولمبا في دوره 1974 لاعب من الزاير في وقتها الكونغو الديمقراطيه اليوم دياي مولمبا اللي عنده كتاب اذا كان تلقاوه نهار ننصحكم تقراوه اللي هو لا مور ماتوندرا كتاب مميز جدا ننصحكم به البارح كذلك من المباريات اللي صارت اسلام نحكيو على بوركينا فاسو اللي داركت الهزيمه نتاع المباراه الاولى وتفوقت على كاب فير بنتيجة هدف لصفر واضحة ظهر لي اثنية في المجموعة هذه يمكن منتخب بوركينا فاسو كيف قدم ماتش كبير ضد الكاميرون في المقابلة الأولى لكن ما حالفوش الحظ البارح موازين القوى معناتها مختلفة بين الزوز منتخبات منتخب بوركينا فاسو حق منتخبات عنده برشا أسامي محترمة جدا أهمهم بيرتون تراوري لاعب أولمبيك ليون لاعب ممتاز جدا منتخب بوركينا فاسو قادر يعبر بسلام من المجموعة هذه ويتعدى ويوصل للرجال قبيلة قلت لي السودان انهزم في المباراة الأولى السودان تعادل بنتيجة 0-0 ضد غينيا بيساو باش نمشيو مع مكالمة هاتفية سلام بالفعل وليد كما كل عام